الأول متعادل، فتلك نقطة إيجابية بالنسبة له. لدينا محاولة وكرة، إلا حينما وصلوا الآن إلى شباك بغداد بنجاح. من أنصاف الفرص يسجل، من أنصاف الفرص يجد الطريق بغداد. تركيز عالي حتى وإن فقد المدافعين في اللقطة الأخيرة التركيز، لكنه كان حاضرا. بغداد ننتهي، هذا الزعيم لا يشبهه أحد، هذا الزعيم لا يزاحمه أحد، هذا الزعيم في كل جولة لا يبحث سوى عن الثلاث نقاط، سوى عن الفوز. الكوري الجنوبي الشمشون نانتايهي يسجل الهدف الثاني في الملعب. زعيم يلفي مرات كثيرة وكأنه يرد الجميل والمعروف أكيد طبعا لمن ساهموا في أن يصلوا به إلى الأرقام التي وصل إليها، وهو يجيد أن يلعب الدورين. وهذه كرة ما زالت الثالث، الثالث يأتي في هذه اللحظات عن طريق علي أسد. الزعيم يصل إلى الثالث ويغلق الباب الذي من شأنه أن يعيد السلية أو يعيد له الأمل. ثالث الأهداف يصلون إليه، لكن ما من هذه المسافة، هذه الرأس لبغداد وكأنها بالقدم. ينجح علي أسد يعيدها لي ويونغ، ويونغ لبغداد، بغداد التمريرة. يا يظهر فيه هذا الزعيم حاله من حال الأندية التي حينما تظهر تكرم فيه كرة القدم، تكرم بهذا العرض، بهذا العزف، بهذه المتعة، بهذا الكرنفال. الهدف الرابع يصلون إليه عن طريق نام تايهي يسجل. المحاولة القائمة، يزيدي يمرر لسانتي كازورلا، الكرة، الله الله على المرور، يصلون إلى الهدف السادس، إلى الهدف السادس. بغداد يسجل ثاني أهداف في هذه المباراة ويصل إلى الهدف العاشر، الهدف العاشر لهداف الهدافين، هداف الهدافين. زيارة دائمة مستمرة للشباك، من عذب حراس المرمى يصل في هذه اللقطة مر بهذه. سالم لاجري لأسانتي كازورلا، تباتا يمرر الكرة، ما زالت، يا الله. بغداد أبو نجاح يصل إلى الهاتريك، يصل إلى الهاتريك وإلى الهدف السابع في هذه المباراة. سباعيات الزعيم، سباعيات السد، سباعية ثانية بعد سباعية النادي الأهلي. الهدف الثالث والغاتريك لبغداد بنجاح في هذه المباراة، تمريرة على طريقة الساحر رونالدينيو من تباتا وبعد ثلاثة. لدينا انطلاق الآن، هيدوس، بغداد، 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 يا الله. انفجر كما كان ينفجر دائما، محارب يعرف جيدا كيف يزور شباك المنافسين. بغداد سوبر هاتريك، ثنائيات، ثلاثيات.